خلينا نبتدي بالدوري المصري. النهارده كان في ماتشين اتلعبوا في تمام الساعه 2:30 ظهرا وخلصوا طبعا. فالجونه استطاع ان هو يفوز على وادي دجله بنتيجه 2-0 عشان يواصل انطلاقته الرائعه في بطوله الدوري مع الكابتن رضا شحاته المدير الفني. كمان امبي فاز مباراه مثيره جدا جدا على البنك الاهلي بنتيجه 3-2، مباراه كانت قويه جدا. اما كمان الدوري الاسباني في عدد من المباريات، اوساسونا لعب او بيلعب في هذه اللحظات مع غرناطه، مباراه ابتدت الساعه 3 العصر والنتيجه تقدم اوساسونا 3-1. إليتشي مع برشلونه مباراه هتبتدي كمان ربع ساعه من دلوقتي، بعد ربع ساعه من دلوقتي تحديدا. وسيلتا فيجو هيلعب مع ايبار الساعه 7:30 مساء. واخر مباريات اليوم في الدوري الاسباني هتكون ما بين اتلتيكو مدريد وفالنسيا الساعه 10 بالليل، مباراه هتكون غايه في القوه بكل تاكيد. الدوري الايطالي عدد من المباريات ايضا بتلعب وسوف تلعب على مدار اليوم النهارده. نبتدي بيوفنتوس مع بلونيا، دي مباراه ابتدت الساعه 1:30 وانتهت بفوز يوفنتوس بنتيجه 2-0 عشان يستعيد توازنه في بطوله الدوري الايطالي، لكن المنافسه لسه فيها كلام مع انتر ومع ميلان. كمان جنوا مع كالياري، مباراه ابتدت الساعه 4 ولسه شغاله لحد دلوقتي، تقدم جنوا بنتيجه 1-0. هيلاس فيرونا مع نابولي، مباراه ايضا ابتدت الساعه 4 ومستمره حتى الان، تعادل ايجابي 1-1 بين الفرقتين. اما الساعه 7 مساء فمباراه لاتسيو مع ساسولو، والساعه 10 الا ربع بالليل هتكون مباراه بارما وسامبادوريا، دي اخر مباريات اليوم في الدوري الايطالي. مباريات اليوم كمان في كاس الاتحاد الانجليزي، مباريات مهمه جدا. تشيلسي ابتدى مباراته النهارده او ابتدى مباريات اليوم من خلال مواجهته لليتون تاون، ودي كانت في تمام الساعه 2:00 ظهرا وانتهت بفوز تشيلسي بنتيجه 3-1. مستوى مش ثابت تشيلسي مع لامبرد، وفي كلام كتير جدا على رحيل لامبرد عن القياده الفنيه، هنشوف خلال الفتره اللي جايه. فولام بيلعب في هذه اللحظات مع بيرنلي، ونفس الكلام التعادل طبعا سلبي، نفس الكلام بيحصل دلوقتي ما بين بيرنفورد مع ليستر سيتي، دي مباراه متاخر فيها ليستر سيتي بهدف للا شيء، دي مفاجاه حتى الان، لكن المباراه لسه ما خلصتش. والنهارده الساعه 7 كمان في كاس الاتحاد الانجليزي مباراه مانشستر يونايتد وليفربول، قمه انجليزيه قويه جدا وتحديدا في بطوله كاس الاتحاد الانجليزي، ربما ما يشاركش صلاح بالشكل الاساسي لكن هنشوف اللي هيحصل. الساعه 10 بالليل ايفرتون مع شيفيلد وينزداي في اخر مباريات كاس الاتحاد الانجليزي اليوم. طيب تعالوا بقى نروح لكاس العالم لكره اليد، ومباريات كلها هامه وحاسمه جدا جدا جدا. نبتدي بيلاروسيا مع مقدونيا الشماليه، ودي مجموعه منتخبنا الوطني، دي مباراه ابتدت الساعه 4:30 وشغاله لحد دلوقتي. الجزائر مع سويسرا برضو ابتدت 4:30، والمغرب وتشيلي مباراه ابتدت في نفس التوقيت. اما الساعه 7 مساء ففي ثلاث مباريات هامه، سلوفينيا ومصر، ودي اهم مباراه بالنسبه لنا. كل التوفيق والدعوات لمنتخبنا الوطني ان شاء الله باذن الله يتخطى هذه العقبه ويوصل لدور الثمانيه. كوريا الجنوبيه مع النمسا، ايسلندا مع النرويج، كل دي مباريات الساعه 7. الساعه 9:30 في ماتشين، الاتحاد الروسي مع السويد والبرتغال مع فرنسا الساعه ايضا 9:30. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. دي اهم وابرز مباريات اليوم في مختلف اللعبات تحديدا كره القدم وكاس العالم لكره اليد. لكن